واعر بعيد واش يقول لي شوف الله يرحمكم الوالدين ليش يقول لي شي مسؤول يعطيني المنع في عندنا انا قانونيا باش نمشيش والله حتى نرجع لداري نرجع لداري انا نمشي بحالاتي انا اذا كان شي قانون اذا كان شي قانون كيمنعني انا نمشي لداري ولا حشومه صاحبي لا ما نمشيش انا نمشي للعبس انا نمشي للعبس لان قانون هالقانون هالوريقه ديالي هاك هذا ما نشفر ما قريتيش الناس الا شكا بيا شي واحد انا نمشي الا الشرطه حصلتني عندي شي شكايه انا نمشي انا استاذ كنمارس العمل ديالي المهني كاين عطله كتمنح لنا الوزاره وعندنا حق في الحريه حق في التنقل جميع الدول كتسمح للمواطنين ديالها بالتنقل وهذا عيب على الدول المغربيه هذا عيب اذا يكفي عندنا نسافروا شي بلاد اخرى اللي تخلينا نمشيو حشومه هاد الكارثه هاد